السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في قناتكم التعليمية غضون الإلكترونيك. اليوم إن شاء الله إحنا كنا مغيرين للشاشة دي طقم إضاءة للدات، فهنا عشان نحافظ على عمر للدات وتعيش فترة أطول هنحاول نخفض فولت الإضاءة للشاشة دي بحيث الفولت ما يبقاش عالي على للدات واللدات تسخن وتبقى الإضاءة عالية وسطوع عالي جدا، ساعات بيسبب معايا بوجع في الشاشة هنا. الهدف الاساسي عندنا برضو ان احنا نخفض فولت الاضاءه بحيث الدات تعيش فتره اطول مع العميل، لان دايما دايره الاضاءه بتطلع فولت عالي للدات اعلى من سحب الدات. فهنا في طريقتين علشان اخفض فولت الاضاءه، يا اما من خلال البورده نفسها شغل هاردوير او من خلال السوفت وير اللي موجود عندي في الشاشه وهو قائمه السيرفيس مود. فانا حاليا هخفض من خلال قائمه السيرفيس مود علشان ادخل قائمة سيرفيس مود للشاشات الصيني او اي شاشة عامة بيبقى ليها كود معين. فمعظم الموديلات الصيني غالبا بتفتح على كود واحد، لكن فيه بعض الموديلات بتحتاج كود معين تدخله وتفتح من خلاله، لكن الكود العام المنتشر اللي احنا هنتعامل بيه دلوقتي. طبعا الموديلات التانية سامسونج والموديلات البرندات دي ليها اكواد معينة برضو مختلفة خالص عن الصيني، فبالتالي الصيني هندخل دايما بالطريقة دي وهتجربها ان شاء الله تنجح معاك. من الريموت المتعدد او ريموت الشاشة نضغط على كلمة منيو، هتظهر قائمة المنيو زي ما واضح امام حضرتك، وهنبدأ ندخل الرقم ده اللي هو 11 47 1 1 4 7، هتدخله بالترتيب وبسرعة هتظهر لك القائمة دي. ضغطنا 11 47، تمام. القائمة زي ما ظهرت امام حضرتك دي قائمة السيرفيس مانوال. طبعا لو انت زبون او عميل عادي يا ريت ما تحاولش تلعب في الخيارات اللي قدام حضرتك دي، لان ممكن تسبب معاك في مشكله وتخلي الشاشه تضرب معاك سوفت وير وتضطر ان انت تنزل سوفت وير. مش هتعرف تنزل سوفت وير، هتاخدها وتروح لفني. فبالتالي يا ريت لو انت عميل بلاش تغير في الاعدادات دي. فهنا احنا الكلام موجه للفنيين، فهنبدا ندخل نشوف الباك لايت عندنا فين ونبدا نغير فيه توا معانا. هندخل عندنا الاعدادات العامه، هدخل فيه اول شيء هضغط اوكي، ندور على كلمه باك لايت. هنا حاليا ما عنديش كلمه باك لايت، مفيش غير ال في دي اس ماب. خريطه الالوان اقدر اغير فيها، اللوجو ممكن اخليه يعمل او لا يعمل، الباور اخليه يعمل او لا يعمل، يعمل باور يعمل معنى كده ان الشاشه مجرد ما ركبت كابل الباور الشاشه تفتح لوحدها تلقائي. هنخرج من القائمه دي، هضغط على منيو خرجني تاني، بعد كده هضغط على كلمة الصورة اوكي، هبحث على كلمة باك لايت، مفيش عندي باك لايت. هنخرج تاني، ندخل في قائمة الصورة تاني هنلاقي كلمة الضوء الخلفي بكلمة باك لايت مش موجودة، فدي عدت مننا كلمة الضوء الخلفي. لكن هنا معمولة زي ما واضح امام حضراتكم صفر. لو انا رجعت كده بالسهم، هعمل رجوع بالسهم كده، لاحظوا الشاشة طفت اهي، هرجع تاني زي ما كنت خليها على صفر. فهنا يعني في اختلاف شوية، هنا الكود موجود عندي صفر كود الاضاءة. هبدأ ارفع كده الكود، هلاحظ معايا اضاءة الشاشة في تغيير ولا لا. احنا حاليا الشاشة الاضاءة بتاعتها، الشاشة ابتدت الاضاءة تنخفض لأول ما وصل ل 95%، فدي حاجة غريبة يعني انا جابلتنيش قبل كده. فالمفروض انا كده كل ما ازود كل ما بخفض الاضاءة عكس العادي، يعني انا كده عملت الاضاءة 100%، المفروض وصلت 100% مش ظاهرة معايا في الشاشة اهي، لكن هنا حاليا اهي 97. كل ما تزود بتظهر معاك الاضاءة منخفضة، فبالتالي انا كده هنقص، يعني كده هخليها مثلا هبدأ انقص كده بدل ما هي 100 اخليها على مثلا على 40، خليها 35، خليناها 35، وده يعتبر انا نقصت 35 من قيمة الاضاءة الفعلية للشاشة. طبعا الاضاءة كويسة
فانت وانت بتخفض الاضاءه لازم تلاحظ برضو ان الاضاءه عندك في الشاشه تبقى اضاءه كويسه والصوره تبقى واضحه، ما تخفضهاش كتير بحيث الصوره تبقى مش واضحه والعميل يبتدي يشتكي ويقول لك الصوره الشاشه اختلفت. فبالتالي انت بتخفض لغايه ما تبدا الاضاءه عندك تبقى واضحه، في نفس الوقت تبقى خفضت القيمه بحيث تخفض من فولت الليدات. يعني لو الليدات حاليا سحبة عندي مثلا 85 فولت او شيء، حاليا الليدات ممكن تبقى سحبة معايا في حدود 70 فولت. يعني انا المفروض كده نقصت حوالي 15 فولت من الفولت الاساسي اللي سحباه الليدات. تمام، ممكن احاول ازود الاضاءة شوية، خليها على 30 مش مشكلة. بعد كده بعد ما خلصنا كده اللي انا هعمله هضغط على زر البهارات في الشاشة وهشغلها تاني، واتاكد ان الشاشة حفظت الاعداد، لان في بعض الموديلات بعد ما بتخفض الاضاءة وترجع تشغل الشاشة تاني بتلاقي الشاشة ما حفظتش الاعدادات اللي انت عملتها. هدخل كده من اضغط منيو برضو 1147 1147 وهروح للصورة اعدادات الصورة، اضغط اوكي، حفظت معايا تمام مفيش مشكلة. وبكده يبقى انا خفضت فولت الاضاءة اللي رايح للليدات، وده هيساعد ان الليدات تقعد فترة اطول عند العميل وما تطلفش بسرعة، لانه طبعا زي ما وضحنا مع حضراتكم ان ارتفاع الفولت على الليدات بيسبب في كذا مشكلة. اول مشكلة ممكن تلاقي ظهور بقع عندك في الشاشة، تاني مشكلة ارتفاع درجة حرارة الليد، درجة حرارته بترتفع وبالتالي بيطلف بسرعة وبيستهلك طاقة، وخاصة في فصل الصيف. فدي كانت طريقة تخفيض فولت الليدات للشاشة، ولهنا ان شاء الله استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.